انا حليت عيني وانا كنسمع الغابة. مشيت الزهير جا من طاليان وجاب معاه واحد حديدة ناضية. سمح محمد ود الحام وحاق غير عام واحد تا الفلوس اللي جاب معاه بزاف اصاحبي تهلا في الوالدين ديالو وراه سمعت غادي يصيفط مول الحج. هذا هو الموضوع اللي كان شاغل الدب كامل خصوصا في الصيف. كتشوف شي طوموبيلات كيدخلوا للكايان عندنا الكايان كامل كيحل فمه وكلشي كيبدا يهضر على داك السيد اللي جاب لك الحديدة. اخر واحد هو مصطفى روبيو دخل ليهم رونج روفر. وهاد مصطفى تخيلوا معايا شنو كان كيدير في المغرب. كان كيبيع الديطاي كان كيبيع غير الديطاي مقاري توزة مشى حارق غير فموك ضرب عام ونص جيب معاه رونج روفر. كيفاش دار ليها الله اعلم. مكدبش عليكم انا ماشي من داك النوع اللي كيحسد بنادم ولكن كان كيضرني خاطي بزاف. حتى انا كنت باغي نعيش بحال هكاك. حتى انا باغي نمشي للغابة ونجيب حديدة ناضية والدب كامل يبدا يهضر عليا ونجي ونتهلا في الوالدين ديالي ونصوفي خوتي اللي عايشين في الميزانية. سميتي ادم تزاديت واحد الاسرة اللي ماشي فقيرة شي حاجة اللي تحت الصفر وسط واحد كيان في واحد الحي في الدار البيضاء. الوالد ديالي كان قبيح بزاف وديما المضاربات واخر مضاربة ليه كان ضرب واحد خينا بزواطة وتقاس ليه النخاع الشوكي ديالو. دابا راه جالس في كروسة وشاد ركنة في الدار. الوالدة ديالي كتبيع الديطاي كتكافح مسكينة باش تجيب لينا ما ناكلو. اما ثلاثة ديال خوتي كلهم زوافية ما عندنا حتى شي بنت كلشي مقابل غالب اليا ديالو كاين اللي كيتشمكر وكاين اللي عاطيه الجوانات وتا شي واحد فيهم ما كيدخل شريال ملي كيجيبو الفلوس ديال البلية الله اعلم. خوتي بثلاثة كيتبوقو كيبقاو يدورو غير على الغربة. هاد البلاد ما عطاتنا والو ان شاء الله غادي نحرقو غنديرو لاباس. واحد وصل 39 عام ومازال باقي كيقول لك غادي نحرقو غادي ندير لاباس. ما عرفتش كيفاش دار ليها ولكن هذا هو الواقع اللي عايشين فيه. كلشي كيحلم بالغربة ولكن صعيب بزاف ان 39 عام وانت باقي غير كتحلم. ما دار حتى شي محاولة جالس في البراكة ديالهم والبلية وتيقول لك ان شاء الله غادي نمشي للغربة وندير لاباس. عارف هادشي كيضحك ولكن في نفس الوقت كيبكي بزاف حيت ماشي غير خوتي اللي بحال هكا. تقريبا نص ديال الدراري ولا الدب كيفكروا نفس التفكير. اغلبية فيهم سنانهم طاحوا بالجوانات وبالبلية وباقي كدو معاه تيقول لك لا غادي نمشي للغربة والله تات العام ان شاء الله غتلقاني السيفية ان شاء الله غنضرب 6 شهور 7 شهور غادي نجيب شي حديدة ناضية وغادي نفرقع عليك الدب ونتزوج بنادية بنت عيشة. هاد نادية بنت عيشة اللي كيدوي عليها حتى هي عندها مستقبل زاهر خدامة في قهوة ديال الشيشة وكتدخل حتى 12 ديال الليل كتدخل مبوقة مزيان ولا ما ضربتش بيجامة ديال النما ولا ديال دوتشي كابانا ما دارت والو في حياتها وحتى هي كتلبس كلاكيطة وتقاشر بيضين. والحاجة الوحيدة إلا ما دارتهاش ما كاين والو هي ديك الخالة كتكون خضر. المهم خلينا من هادو كاملين ونرجعو لحياتي انا. انا كنت كنقرا حتى وصلت للرابع. فداك العام تضرب الوالد وخرجتني الوالده من المدرسه خشاتني عند واحد النجار نتعلم الصنعه وكانت كتمشي عندهم السبت للسبت كتخلص من عنده. كنت انا وصغير في خوتي وعلى الاقل كنت كنعاون الدار مره ب 600 مره ب 1000 ريال كل سيمانه وشحال كان كيعطي المعلم الوالده الخلاص ديالي وانا اللي كنضرب تمام السيمانه كامله ما كنت كنشد حتى ريال. ولكن كنت كنقول ماشي مشكل حيت فين ما كنت كندخل الدار كتهلا فيا الوالده وكتبدا تعرف خوتي كاملين بسببي انا كتقول لي مخوكم باقي صغير ومسكين هو اللي معاوني الله يرضي عليه. كنت كنفرح بزاف داك اللحظه كنت كنحس براسي كبرت وليت راجل. المهم داك الخدمه ديال النجار ما وافقاتنيش كانت فيا الحساسيه وكنت فين ما كندخل داك الغبره كتدخل لي النيفي كنبقى نعطس العشيه كامله وعيني كيوليو حمرين. اما الى خدمات واحد الماكينه كبيره كنت تخنق حتى كنقرب الموت. داكشي علاش مشيت عند الوالده وقلت ليها الوالده غادي نبدل هاد الحافه هادي راني ما قديتش عليها. هنا كانت الصدمه الكبيره ما قلت الوالده تسيفات عليا وبدات كتعاير فيا وقالت لي ما غاديش تخرج من هاد الخدمه هادي الحاج مسكين مهلي فينا وكل سيمانه كيعطينا الفلوس فين غادي تلقى خدمه اخرى عاوتاني بحال هادي. الوالده اخر همها هو الصحه ديالي المهم هو الفلوس وصافي. ما قدرت نقول لها والو. الغدي مشيت للخدمه ديالي ودويت مع داك الحاج اللي خدام عنده اللي هو المعلم ديالي قلت ليه راني مريض ما كانش نشوف شي خدمه اخرى حتى هو ما وافقش
قال لي انا ما نفرطش فيك، انت عزيز عليا وكتخدم مزيان، مع العلم انني كنت باقي يلاه كنتعلم وباقي ما كنعرف ندير والو في النجارة. مهم داس الوقت حتى ضربت واحد العام عند داك النجار وتعلمت شحال من حاجه، وحتى من الخلاص ديالي ما بقاش داك 600 400، ولا كيعطيني انا 4000 ريال عاد كيعطي الوالده شي حاجه. كيف العاده كان احسن ايام عندي هو نهار السبت، حيت كتكون القضيه زاهيه، كناخذ داك 200 درهم وما كيسول فيا حتى شي واحد، حيت ديجا الوالده قسمات معايا الفلوس ديالي. كنا نهار السبت كنخدمو غير نص نهار، مع 12 كنساليو كنتخلص كنضرب الحطه وكنخرج للدب. هاد السبت تخلصنا وكنا كنبدلو في حوايجنا، جلست واحد الكوان بقيت شاد التليفون ديالي، واحد شويه داتني عيني. الدراري اللي خدامين معايا كاملين خرجوا ما ردوش ليا البال، كيصاحبوني مشيت حتى المعلم خرج وسدوا عليا في المكازا. دوزت ساعه في الجحيم، تليفون باش نعيط لشي واحد ما عنديش صولد، والمصيبه الكبيره حتى ديك المكازا ما فيهاش ريزو، حتى الا عيط لي شي واحد ما غاديش يصوني ليه. بقيت بحال هكاك شي 3 سوايع وانا جالس غوصت العواد. شويه جا الفرج من عند الله اللي من بعد وليت كنتمنى كون غير ما جاش. بديت كنسمع الريدو كيتحل، نط كنجري، كنت فرحان واخيرا غادي نخرج من هاد الحبس. شويه بديت كنسمع الصوت ديال الحاج كان كيهضر، وكنت كنسمع مع الصوت ديال شيما. ملي بديت كنحقق مزيان الصوت ديال الوالده. دخلوا بجوج وهبط الريدو عاوتاني، والوالده كنسمع فيها كضحك. عاد عرفت علاش الوالده ما بغاتنيش نخرج من هاد المكازا. بقيت مصمم في الكوان ديالي وما عارف ما ندير، واش نخرج نقتلهم بجوج ولا شنو غادي ندير. بقيت صابر الفوق والدموع في عيني، خصوصا ملي كنسمع الوالده كضحك هي وياها وما على بالهاش. جبدوا الهضره على الوالده وكانت كتشفى في ديال بصح. كرهت راسي وحياتي، واحد اللحظه دات لي كيتفودني وخدمت بلال باش ما نبقاش نسمع الهضره ديالهم. من بعد شي ساعه ديال المكانه تحل الريدو، خرجت الوالده وعاود هبط عاوتاني الريدو باش ما يعيقوش، ما خرجوش بجوج. فهاد اللحظه بقيت انا وياه راس في راس، هزيت واحد المنطقه وهبطت لعندو. بقيت غادي كنتسلت حتى وصلت حداها وانا نهز هذيك المنطقه حتى للفوق وانا نضربو بها الراس، طاح منشور في الارض. قلت لي جيوبو لقيت واحد 4000 دم. من بعد بديت كنحلف داك الريدو بشويه بشويه، مع خرجت مع الباب هبطت الريدو، شافني واحد الميكروب كيبيع الدي طايح دانا. مع شافني بدا كيضحك وقال لي ويلي كان شادك تومك. هاد الكلمه عمرها ما بغات تنسى لي في حياتي، وبقيت عاقل على داك الميكروب حتى هو. المهم شديت داك 4000 درهم وخرجت كنسارى انا واحد زوج دراري. دوزت داك النهار غير كيضحك، وكانت هادي اول مره غادي ندخل لفال شي بواط. حبسوني الفيديو اللي في الباب وقالوا لي انت باقي صغير وتهز معاك الفلوس بعدا. وريتهم الفلوس وضبطت عليهم 200 درهم لواحد، عاد خلوني ندخل. نشطنا مزيان، مع جلسنا مع دارو بين الدريات كاع الفلوس اللي كانوا عندي داوم ليا. كل مره كتجي عندي وحده وتقول لي خلص عليا هادي، ومع كنت كنحشم كنت كنخلص عليهم. رجعت فداك الليله وانا عندي 70 درهم. مع دخلت للدار كنشوف الوالده كطيب في العشاء، كرهت وكرهت حياتي. بقيت كنشوف في الوالد اللي ديجا كنكرهو كثر منها، كندوز علينا العذاب قبل ما يتشلل، كان ديما سكان وكيجي كيفشخنا كاملين واخا ما دير ليه والو. مشيت حتى لودني وقلت ليه عرفتي مراتك فين كانت اليوم؟ دار شاف فيا وقال لي فين كانت؟ نهار كامل ويا حدايا. بديت كنضحك وقلت ليه لا لا. الوالده كانت في الكوزينه غا سمعتني جات كتجري، قالت لي مالك هذاك الباهوش؟ قلت لها مزيان منين جيت يا الوالده؟ كنت سكران وما عاقل على والو. قلت لها الوالده ما قلتيش الوالد فين كنتي اليوم؟ قالت لي فين كنت؟ مشيت للسوق تقديت وبعد شويه ديال السلعه وجيت في حالتي. والمعلم ديالي اش كنتي كديري معاه في المكازا؟ ما عرفتش علاش قلت هادشي، ولكن 100% كنت باغي ننتقم منهم بجوج باش نعذبهم بجوج على داكشي كامل اللي دوزو علينا. اول عذاب عذبونا هما ان بنادم عايش في براكه وتا خدمه ما عندوش والد ربعه ديال الدراري، مخرجين نتعذبوا في هاد الحياه. خليت الوالد بقوه الفقصه باغي ينوض من بلاصتو وما قاش. الوالده كتحيه وكتعيا فيا، قالت لي يا ولد الحرام غير كيكذبوا عليك. طلعت عندها وقلت لها الوالده راني كنت في المكازا في داك اللحظه وسمعت كاع ديك الهضره اللي دارت بيناتكم، والله الوالده ما كنت كنصاحبك رخيصه بحال هكا. مشيت لواحد القنيته في البراكه وجلست وبقيت كنتفرج فيهم وهما كيتناقوا. من بعد جاو خوتي وفكوا القضيه. نعست هذيك الليله مع 5 ديال الصباح كنسمعوا الدقان في البراكه. ناضت الوالده كتجري، ما حلت الباب مع دخلوا زوج ديال الحناش كيسولوا عليا. جاو هزوني من الفراش ديالي،
كنت كنشوف في العينين ديال الوالده ديالي انها فرحانه، ولكن ما كانتش كتتوقع علاش غادي نكون انا مسدود. الاخوت اللي غادي يمشيو معايا كلشي صابحين متمنين، ما كاين علاه من تعول. المهم داوني الكوميسارية واعترفت لهم كاع داكشي اللي دات. المعلم ديالي دات لي عاهه مستديمه، الضربه اللي ضربته عنده الزهر ما جاتوش في الراس، جاتو في العنق، حيت كون جات في الراس كوني غبت في الحبس 100% غادي يموت. دابا حتى هو وقع لي نفس داكشي اللي وقع للوالد، ما بقاش قادر يتحرك. ضربوني ب5 سنين ديال الحبس حيت كنت باقي قاصر. داوني لواحد اصلاحيه، تشديت غير مع المكايب، كانت الفورمه ديالي رقيق بزاف، والصراحه غير الا دفعتيني نطيح بسبب داك الحساسيه اللي كانت في ديال النظره اثرت عليا بزاف. وحيت فات البلاد الا ما كنتيش مقدر كلشي غادي يخلي ضابوك. كنت انا هو الضحيه ديالهم، واللي بغى يتعلم التصفيق كيجي لعندي. واحد النهار كنت جالس عادي شويه تخنقت، ما بقيتش قادر نطلع النفس ديالي. جات بزاف بعدنا واحد السيده اللي مقابلاني وعيطات لومبيلونس، داوني وداو لي الاكسجين وليت شويه. الطبيب قال لي ولات عندك حساسيه من الدرجه الكبيره. سولني علاش كنت كندير، قلت ليك تخدم في النجاره. قال لي علاش ما بانوش لك الاعراض؟ قلت لا بانوا ليا، ولكن بزز مني كنت خدام فيها. قال لي راك خرجتي على راسك، ولات عندك دابا حساسيه من درجه كبيره بسببك نتايا. نهار الاول فاش خدمتي الشيا ما وافقتكش كان عليك تخرج منها. بقيت ساكت حيت اصلا كنت كاره حياتي، ما عندي لاش غادي نبقى نشرح ليه حياتي، حتى هو ما عنده باش غادي ينفعني. حتى الا قال لك غادي يقول لك مسكين، الله يجيب شيفة. صافي خليته داوي حتى سالا ورجعوني للاصلاحيه. كيف قلت لكم حتى من الماتشات اللي كنا كنلعبوا معروف ادم هو اللي غادي يحبس. واخا انا كنت كنقصها مزيان، كانوا كيجيو عندنا بزاف ديال الجمعيات باش الناس اللي بغاو يكملوا القرايه ديالهم كيعاونوهم، ولكن انا ما كنت باغي والو، كنت حاقد على الوضعيه ديال بصح. خصوصا كاع الدراري اللي كنت معاهم كيجيو العائلات ديالهم يزورون الا انا، اما شي واحد جا طلع ليا. الاغلبيه ديال الدراري اللي كانوا مسدودين معايا كنت كنقول ليهم يتيم. صراحه ما كنتش كنهضر حيت اللي ما كيجي عنده حتى واحد كنسميو عليه غير المنبود. اللهم يتيم ولا عندك عائله وما كيسول فيك حتى واحد. بقيت مع دوك الدراري وصابر، واخا مره كناكل تفاشيخه هانيه. المهم غادي كنقصح، حتى لواحد النهار كان واحد الميكروب اللي قدنا في العمر، ولكن خاطفه الطوله وعايد. كان داك النهار عندنا فيه الدوش، يلا بديت كندوش هو جا وقف عليا، شافوني ساكت وصابر قال صافي هذا راه ديالي، جا باغي يتكافص عليا. هنا الصبات قاده، كان داك الميكروب هز عليا واحد الشعبه ديال السيلو ملصق فيه زيزوار وشدو بسكوتش. قلت ما كاين حتى شي مشكل، معسها شويه مع خطفت لي داك الزيزوار من يديه وانا بدا نشرك فيه. ضربتو جوج ضربات في الوجه وثلاثه في الكاش، خليته غارق في الدمايات. واحد الميكروب غاشا في الدم بدا كيغوت على الجاد، سمعت حراش جايين ضربت حتى انا جوج ضربات في الكاش ديالي، وجاو داونا بزوجنا للسبيطار. خيطوا لينا بجوج، ملي سولوني قلت لهم كان باغي يتكافص عليا وحاميت على راسي. ملي كتكونوا مضروبين بجوج ما عندهم ما يصورهم عندك، هو تنازل ليا وانا تنازلت ليه، ولكن من داك النهار كلشي ولا كيحترمني وفي نفس الوقت كيخافوا مني. المهم دوزت واحد 15 يوم ديال العذاب، كانت داك الجرحه كتحرقني نهار على نهار، وحتى من اللحم ديالي ولا كيبان خاسه بسبب داكشي اللي كان غادي يوقع ليا في الدوش. وليت واحد اخر، بقيت حامل نهضر مع حتى شي قاد، وما بقيت كنلعب معاهم ما والو، وليت عاطي غير اللون دايما حيت كنت عارف هي اللي غادا تنفعني في هاد الغابه. وليت يوميا كنفيق الصباح كنبقى عاطي اللون دايما، من بعد كنمشي ندوش وكنبقى شاد الكوان ديالي في السيلون. واحد النهار جات عندنا واحد السيده الله يعمرها دار، كانت رئيسه ديال شي جمعيه، كانت كتعامل معانا زوين وقالت لي شنو بغيتي؟ قلت لها نطلبك على حاجه وحده، بغيت غير شي امبي طاوة. ما كاملاش 3 ايام جاتني امبي طاوة وكانت فيها شي موسيقى، ولكن داكشي ما كيعجبنيش. واحد الدري مسدود معايا ديما خو كيجي لعندو، طلبتو باش يعمر لي داك كارت ميموار، وفعلا الزياره الجايه جا خو جاب معاه كارت ميموار وكانت كامله عامره ببلال. ولا داك الامبي طاوة هي اللي منساني، وداك بلال ولا هو العشيه ديالي. كاع الاغاني ديالو كنت كنحس بيه بحال كيغني عليا. من نهار وقع ليا البلان مع داك الميكروب عاد حسيت براسي وليت عايش، كنت انا هو الضحيه ديالهم، ولكن دابا ولات عندي قيمه. دوزت العام الاول وخوكم عطى غير لون طيمة، الحمد لله ما جيت فين كملت 18 عام الفورما ديالي ما بقاش كيف ما كانت، طواليت وعمرت مزيان. تقريبا كاع الدراري اللي كانوا مسدودين معايا خرجوا، بقيت انا هو الاخر. كاع
كملت 4 سنين، خرجت على 18 عام، خرجت واحد اخر كنت مقضى كتبعال لونطيمة. الحاجة الوحيدة اللي استفدت من داك الاصلاحية كنت مضوب 5 سنين ديال الحبس، الحمد لله نقصوا لي عام وضربت غير 4 سنين. خرجت واول بلاصة مشيت لها هو الدهب ديالنا اللي بالي تبدل بزاف. اول حاجة كتبالي الكروسة ديال الوالد قدام الباب وما فيهاش الوالد، قلت الحمد لله واخيرا الوالد قدر ينوض على رجليه. شوية كيبان ليا واحد جالس حدا الباب ولحيته قدا الشناية، كان جالس قفازي وحفيان، بقيت كنحقق ليه في الملامح ديالو عاد عرفتو هذا خويا الكبير اللي مسكين شاف ومازال باقي كيحلم غادي يمشي للغربة ويجي ويتهلا فينا. العقل ديالو طاب قوة جواناته وبالبلية، ما وقفت عليه كنت باغي نسلم عليه، ناض دفعني ويهاب. بديت كندق في الباب، حلت ليا الوالد الباب، كانت كتشوف فيا بواحد شوفة ناقصة، خرجت لي على حياتي لا بسبب البلية ولا بسبب داكشي اللي دارت مع داك الميكروب، ومع ذلك مازال مبغاش تعترف بالغلط ديالها. الكلمة الوحيدة اللي قالت لي هي خرجتي عالسلامة، دخلت وخلتني واقف في الباب. دخلت ديريكت للبيت كنلقى واحد الجو في الدار الكآبة ديال بصح، واحد في الخوت ديالي ناعس فوق سداري ومغيب، اما الوالد الاثار ديالو ما كاينش. الوالد عمرات لي اتاي حطاتو ليا وزات جلست حدايا. فين هو الوالد؟ قالت لي باك الله يرحمه مات، وخوك راه مسطلي كيدور في الزناقي، وهذا راه بقى كياكل في السم في الزنقه حتى جاب الماض الخيب. بقيت جالس وكنفكر مع راسي ما علاش خرجت من الاصلاحيه هادي، على الاقل تما كان البال متاح وما كنت عارف والو، عطاها غير اللونطيمه الحاجه الوحيده اللي كنت كنعرفها. بقيت ساكت شحال وكنشوف فيها. من بعد قلت لها ايوا خويا الاخر فين هو؟ قالت لي هذاك يوميا كينوض الصباح كيمشي للماصه كيجيب جوج صنادق ديال الحوت كيبيعهم، في الليل كيمشي للماصه باغي حاق، هذه هي حياته. قالت لي خود خود تاكل خود كرا فيك الجوع. قلت الوالد هادشي كامل اللي قلتي لي صافي شبعت ما بقيت باغي والو، حطيت داك الحوايج اللي كتهز معايا وخرجت من داك البراكه. حدي خرجت حسيت بالنفس ديالي طخفات بحال كنت داخل لشي قبر وسادين عليك فيه جميع انواع المشاكل اللي عندنا في هذيك الدار. تلاقيت مع واحد الدري والدب كنت معاه ثانويه قديم قبل ما تشد، وحتى هو زاد كمل لي على داكشي اللي كان خاصني. عاود لي على شي 7 ديال الدراري كانوا كيقصوا معانا كلهم حاقوا لبرا وكاملين تصوفوا، باقين غير شي جوج اللي مقاتلين مع الوراق ديالهم. هاد الدري كان سميتو المهدي، قال لي ادم يلا خويا حتى حنا نمشيو نقلبوا على راسنا، هادي راه حياه ما والو هنايا، حتى الا جات الموت على الاقل نموتوا في البحر حسن ما نبقاو نموتوا نهار على نهار هنايا. قلت لي صافي خويا انا معاك. قال لي اسمع انت دابا يلا خارج وريال ما غاديش يكون عندك في الجيب، غادي نضرب واحد جوج سيمانات ديال التمارة، غادي نضبوا على صيفا ونمشيو نقلبوا على راسنا وان شاء الله غادي يسهل علينا الله. تي صافي مشات خويا. قال لي غدا ان شاء الله نتلاقاو مع 4 ديال الصباح. داكشي اللي درت مشيت للدار ونعست شويه بكري، الغد ليه مع الصباح لقاتني على القص، مشيت انا وياه ديريكت للمارشي. هاد المهدي كان ديجا كيبيع وكيشري في الديسير، خديت انا وياه السلعه اللي خاصنا وجينا فاتكناها كامله. المهدي ما كنت كنتحاسب معاه في التيال، كنت كندي معايا شويه ديال الديسير للدار كناخد غير ما نصاف وصافي. ضربنا شهر ديال التمار جمعنا فيه شي 1.5 مليون. هاد المهدي كانت عنده كروسة حمار، بعدك الحمار وحط كروسة قدام البراكة ديالهم. قسمنا داك الفلوس كل واحد فينا خلى عنده رزقو وكل واحد يلقى باش يتحرك. بدينا كنمشيو يوميا نريسكيو، انا كنت بوجادي عمرني ما وصلت للماصة وما عارفاش حتى كيفاش دايره. المهم ليامات الاولى كنا كنمشيو غير باش نعرفو البلانات كيفاش دايرين ونولفو تماك ونعرفو القوالب. تعرفنا على شي دراري اللي ما كيحيدوش من تماك، تقول ساكنين تم حافظين كاع الكوانات وعارفين الكونتونيرات معاش كيتهزو وكل واحد والبلاصه فين غادي. كل نهار كنا كنزيدو نتقربو بزاف للماصة، حتى لواحد النهار دخلنا لها لداخل لقينا واحد المكاريب مفرقعين شي كونتونير وخاوني منو شي كراطن، وكان تابعهم واحد العساس وباين عليه راجل كبير ما كتبش عليك. بلا ما نطردو لا انا لا المهدي تبعنا داك الجوج، كل واحد فينا شد الاخر، شبعنا فيهم التصافيق وحيدنا لهم داك الكراطن ورجعناهم داك العساس اللي كان مسكين غادي يتسطى غادي نخرجوا ليه على الخدمة ديالو. غير شافنا جايبينهم ليه بقى كيشكو فينا شحال، قال لنا والله ولدي حتى اعتقتوني غدا كانوا غادي يجيو عليا من الخدمة، وانتوما شنو كديو هنايا؟ حتى انتوما ممنوع عليكم تدخلوا هنا،
الا شدوكم غادي تباتوا 48 ساعه، اما الا لقاو شي حاجه مشفوره غادي يلصقوا لكم الشفره، تقدروا تدخلوا للحبس وانتم ما دايرين والو، وانتم باينين ماشي شي شفار. بقيت كنهضر معاه شحال وقلت لي عمي حنا ملينا هاد الحياه هنا في هاد البلاد، ما باغيين نادي حتى شي واحد، بغينا غير نحاقو. قال لينا ولادي قيدوا عندكم التليفون هذا وحتى الغدا وعيطوا لي في الليل، وسيو دابا حيدوا من هنايا، ها شحال من كونطوني فاقع الا شدوكم غادي تصيدوا. تبادلت انا وياه بالتليفونات وخرجنا من داك المصا، مشينا ديريكت لديورنا. تحينا داك النهار والغدي تلاقيت انا والمهدي في القهوه وعيطنا لذاك الراجل، مع دويت ما عرفني وقال لي جي عندي لواحد القهوه. شدينا طاكسي ومشينا عنده ديريكت. قال لي ولادي كيف تعاملتوا معايا نتوما البارح حتى انا غادي نتعامل معكم، وغادي نقول لكم البلان كيفاش غادي تمشيو. قال لي اسمع ولدي، الكونتوني اللي كيكون خاوي صعيب باش تمشي فيه، حيت الاغلبيه ديال الحراس كيحلوه، حدو غادي دابل بيل غادي يشوفكم واش كاينين ولا لا. داكشي علاش كننصحكم بشي صندوق يكون عامر. دار عنده المهدي وقال ليه ولكن عمي داك البلاستيكه كي غنديو ليها، حتى هي الا شافوها مفقعه غادي يعرفوها كاين شي واحد لداخل. قال لي هنا فين بقات الخدمه وهنا فين غادي نتعاون معكم، انا كنعرف واحد السيد غادي نطبو عليه، هو اللي غادي يجي يحل لكم الكونتينير، غطلعوا نتوما وغادي تقادوا الكوان ديالكم، وهو غادي يسد عليكم وغادي يرجع هذيك البلاستيكه بحال حتى شي واحد ما حل داك الكونتينير. حايفي مزيان، وشحال ديال الدراري مشاو بسبب هاد السيد. الصراحه عجبتنا الفكره بزاف، بقينا كنشكو في داك الراجل. المهم عيط لي في التليفون وعطاه نمره التليفون ديالنا، قال لي ما عندك مناش تخاف، هادو من الطرف ديالي انا. اتفقنا مع داك السيد باش نعطيو 2000 درهم لواحد، ودار معنا نهار اثنين. كانت باقا سيمانه، بقيت انا وصاحبي المهدي كنوجدو لذاك النهار، والصراحه كنا فرحانين بزاف، المهدي كان عزيز عليا بزاف. المهم وصل النهار اللي دا معنا فيه السيد، المهدي قال لي راه دا معنا مع 11 ديال النهار. مع 9 ديال الصباح لقاتني واقف قدام البراكة ديال المهدي، بقيت كنتسنى فيه باش ديك الساعة نشدو الطريق، يلاه يلاه نوصلو. المهم المهدي تعطل عليا بزاف، كان عيط لي التليفون ديالو طافي. شوية بيت كندوق في البراكة جاوبتني الوالدة ديالو، قالت لي المهدي ولدي راه مكاينش، راه خرج مع 7 ديال الصباح. ويلي ميمكنش، تا فين مشى؟ قلت والله ولدي ما عرفت، الساك ديالو خرج. بيني وبينكم لا دارت بيا، ما فهمت والو. قلت الوالده حتى التليفون ديالو كنعيط عليه ما كيجاوبش، قلت يا ولدي التليفون ديالو هو خلاه هنايا راه طافي. بيني وبينكم دخلت وما عرفت من ندير، واش نمشي عند داك السيد بوحدي؟ انا اصلا ما عنديش التليفون ديالو، المهدي اللي كان كيتواصل معاه وهو اللي ادى ليه الفلوس، وكاع واخا تكون عندي النمره ما نقدرش نمشي بوحدي ونخلي المهدي، لعلم الله شنو واقع عليه. المهم ما نكتبش عليكم، طلع لي الدم ديال بصح. وصلت 11 ديال النهار والمهدي باقي ما بانش، بقيت جالس في البراكة وكنخمم بحال طايحه عليا شي قدره. ساعه كنمشي للدار ديال المهدي وكنسول الوالده ديالو، كتقول لي والو ولي والله ما بان الاثار ديالو. داز داك النهار كامل والمهدي ما بانش، هنا وليت كنقول حاجه وحده، المهدي غادي يكون دار لي القالب، خصوصا ان المهدي قبل نهار واحد خدم عندي فلوس كامله وقال لي خليهم عندي انا اللي غادي نخلص السيد ونتكلف بكل شيء. صراحة ما كذبش عليكم، بقى فيا الحال بزاف، حيت ما بلان ما والو، اعتبرته بحال خويا وكثر وثقت فيه، ولكن ماشي مشكل، هادي غير الدنيا وكل شيء دايز. المهم داك اليومين كاملة وانا جالس غير في الدار، حيت ما كذبش عليكم بالصحة، لا دارت بيا. نهار الثالث جات امة المهدي عندي للدار، كانت كتبكي وحالتها، قالت لي نوض ادم، نوض قلب معايا على خوك المهدي، ها ما عرفتو فين مشى. لبست حوايجي بزاف وخرجت انا وياها. قلت لها ام عائشه ما عندك مناش تخافي، ان شاء الله غادا تسمعي خبر زوين على ولدك. قالت لا عمر ولدي ما غبر بحال هكا، قلت لها يلاه مشيو للدار عندك وغادي ندوي معاك. دخلت تحت البراكه ديالهم وجلست انا وياها راس فراس، وعاودت لها كلشي على البلا اللي دا ولدها وحتى على القالب اللي دار ليا. بقات مصدومه امو، قالت لي صراحه ولدي واخا يمشي كاع انا ما عجبنيش الحال، ما بغيتش ولدي يكون مشموت بحال هكا. قلت لها صافي الوالده ماشي مشكل، المهم هو دعي معاه ان شاء الله يجيك شي اتصال زوين من برا. دازت واحد اليومين وتخيلوا معايا اخوكم باقي جالس في الدار ما كان دير حتى شي حاجه، غير جالس وكنخمم في هادشي كامل اللي وقع ليا. بعد مرات كنقول مع راسي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكنحاول نقنع راسي بلي الله ما كتبش ليا هاد المشيه، ودابا يسهل عليا الله في شي مشيه اللي احسن من هادي، ولكن مع ذلك كتبقى الدور ليا في راسي وما بغاتش تتصاد ليا. حتى لواحد النهار مع 8 ديال الصباح جات عندي موت المهدي وكتدق على الجاد وكتغوت في البراكه، ادم ادم هبط ولدي هبط.
خرجت لعندها وقلت لها مالك ام عائشه شنو واقع؟ قالت لي يلاه معايا ولدي، ما عارفه لا فين نمشي ولا فين نجي. جاني واحد التليفون وقالوا لي واش نتي موت المهدي؟ قلت لهم اه انا امو. قالوا لي جي عندنا 100% غادي يكونوا شدوا داك المسخوط. قلت لها فين قالوا لك جي؟ قلت والله ولدي ما عرفت، بالخلعه نسيت حتى نسولهم فين. بقيت كندور انا وام عائشه في الكوميساريات وفي السبيطارات. من بعد واحد البوليسي صيفطنا للولايه الكبيره ومشينا لها. ام عائشه كانت على سبه، غير تبدا تهضر مع شي بوليسي وكتبدا تبكي. شافنا واحد الاوفيسي من بعيد وقال لي اجي ولدي اجي. قال لي واش هادي الوالده ديالك؟ قلت لا، هادي غير بنت دابنا وما عندها لا ولاد لا والو، ولد واحد اللي عندها اتصلوا بها وقالوا ليها جي عندنا. وهاد الدراري شاف كان غادي حاك، ما عرفناش شنو وقع، واش شدوه ولا شنو. قاطعني وقال لي صافي صافي انا غادي نشوف. خدا من عندي لاكارت ديال الدري والسميه والكنيه ديالو. بقيت جالس واحد 5 دقائق من بعد عيط عليا، بقيت انا وياه راس فراس. قال لي اسمع هاد السيد البركه فراسكم راه مات. كيشاف انت اش كتقول؟ قال لي هاد الدري مشى حارك واحد الكونتينير ديال العطيه، حدو دوز 12 ساعه تخنق ومات تماك. عطانا واحد الورقه باش نتسلمو الجثه ديالو من لامور. خديت من عنده الورقه وانا مصدوم، وعدت فكرت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بديت كنقول مع راسي كون مشيت معاها كوراني حتى انا ميت دابا، ولكن ربي ما بغانيش نموت بحال هكاك. هذه هي اول حاجه تفكرت. دارت شفت فم عائشه اللي كانت باقا ما عارفه والو وما عرفتش ما نقول لها. الاوفيسي وصاني باش ما نقول لام عائشه والو حتى نخرجوا من الولايه، خاف على دير لهم الشوهه وداكشي اللي كان. قلت لها ام عائشه يلا نمشيو. قالت لي يا ولدي امضى شنو قالوا لك؟ قلت لها غير يلا معايا وغادا تعرفي كلشي. خرجنا من الباب ديال الولايه ومشينا ديريكت لواحد الجرده، جلسنا فيها وبقيت جالس حداها شحال وانا مصمم وكنفكر غير كيفاش غادي نوصل ليها الميساج. من بعد شفت فيها وقلت لها ام عائشه ولدك الله يرحمه راه مات، وراكم عارفين الام المغربيه ملي تيكون عندك ولد واحد وعزيز عليها بزاف بدات كتحير ليا فلاط. ما نكذبش عليكم بقيت جالس كنبكي في بلاصتي وخليتها حتى هي كتبكي على خطأ. من بعد شديتها من يدي وقلت لها يلا نمشيو نجيبو ولدك. عيطت لواحد المرشح ديال الدب اللي عزيز عليه ديال اجر، عاودتي على البلان اللي وقع المهدي. قال لي صافي انا دابا جايب لك لومبيلونس. مشينا لامور، دخلت شافت الولد ديالها وتاكدات باللي هو، اما انا ما كذبش عليكم ما قدرتش ندخل نشوفه في وجهه. بقيت جالس معاه تماك حتى جا داك المرشح وجاب معاه السياره ديال نقل الاموات. عطيناهم داك الورقه وسلمونا داك الجثه. من العادات ديال المغاربه ان خاصك ضروري تدخل الجثه للدار ديالو بحال كيتوادع معاه، وداكشي اللي كان. دخلناه البراكه والناس كاملين ما فاهمين والو، كلشي جاو من خبر بحال شي صاعق. من بعد عاود خرجنا ومشاو معنا الناس بزاف، مشينا دفناه ورجعنا في حالاتنا. هذاك الحزن كامل اللي كان عندي في هاد 5 ايام تحول. بديت كنقول مع راسي كون كنت دابا معاها كوني حتى انا كنت كنتعذب وكنت تخنق وكنموت وما كاين اللي عقل عليك. من داك النهار خديت قرار انني ما نبقى نكعر على حتى شي حاجه، اللي دارها الله هي اللي كاينه. هاد الايامات الاولى اللي مات فيها المهدي بقيت كنمشي نجلس مع الوالده ديالو، واي حاجه خصها كنمشي نتسخر ليها. من بعد طاح في البال ديالي واحد، هو داك الميكروب اللي متسد على المهدي. طلبت ام عائشه وعطاتني التليفون ديال المهدي، شعلته وجبت النما ديال داك الميكروب وعيطت ليه من نما اخرى. السلام عليكم انا من طرف فلان، فلان هو داك العساس اللي عطانا النما ديالو، اللي بغيت نشوفك ضروري اليوم. قال لي اليوم ما مساليش، غدا ان شاء الله نتلاقى معاك في واحد القهوه. ومشيت ديريكت لداك القهوه بقيت كنتسنى فيه. جا دخل سلم عليا وبقى كيشوف فيا بحال عقل عليا وما عقلش. انا جيت من الاخر تي واش عقلت على المهدي؟ قال لي شكون المهدي؟ المهدي اللي سديت عليه. تي ولا عرفتي بلاتي بلاتي ما فيا ما يبقى يضيع معاك في الهضره. جبت التصويره ديالو وانا نوري عليه، حدو شافو ويعرفو. قلت لي عارف شنو وقع ليه ولا لا؟ قال لي لا، تي راه مات، مات في كونتينير ديال العطيه. قلت لي كيفاش هاد البلان هذا؟ اول حاجه كنتي داير معانا حنا بجوج، شويه خويتي بيا انا وديتي هو بوحدو. قال لي ما عندي ما ندير لكم، الكونتينير اللي كنت عارف انايا كانت فيه بلاصه وحده. انا عيطت ليه وقلت ليه اه واحد فيكم اللي غادي يمشي، ولكن غتعطيني 7000 درهم، وحتى هو وافق بالزابة. باش غادي نعرفك انا واش انت متفق معاه ولا لا. هو قال لي راه انت موافق. وثاني حاجه داك الكونتينير والله ما كنت عارف واش فيه العطيه، انا عارف العطيه كتقتل بنادم. تي دابا نسى عليا هادشي كامل، دابا في خبارك البوليسي اللي عارفو بلي انت اللي سديت عليه راك غادي تغرق في الحبس. بقى ساكت وكيشوف فيا. قال لي وشنو المعمول؟ قلت لي داك الفلوس اللي عطاك المهدي راني ضارب عليهم تمام حياتي كامله. قال لي اسمع انا غادي ندير معاك مزيان، غادي نسد عليك حتى انت في شي كونتينير، ولكن هاد المره حتى نقلبوه مزيان. قلت لا 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 ما نعاودش نفس الغلطه اللي دار صاحبي.
قال لي واش تبغي تمشي فلوكه؟ قلت له حتى هي لا، ما صايتش عليا عمري. قال لي ما كاين حتى شي طريقه باش غادي تمشي من غير هاد الجوج اللي قلت لك. تسمع غادي نجيك من الاخر، غادي تعطيني 10000 درهم ولا غنديكلاري البوليس غايجيو يشدوك انت وداك العساس. بقى مصمم كيشوف فيا وقال لي والله ما عندي دابا، راني مزيا ديال بصح، عندي بنتي مريضه وتابعيني مصاريف ديال الدواء. قال لي غير اسمع اخويا ادم، بنادم اللي كيمشي على يدي كيمشي مسوق، غلط واحد اللي وقع هو ديال صاحبك المهدي. جا عندي في الصباح بكري كانت باغا طيح الظلمه، ما شفناش داك الكونتينير باش كان محمل، وحتى العساس صاحبي ما كانش اللي غادي يقول لي شنو فيه. غير جاوب الا بالك الكونتينير فيه شي حاجه بحال الاعشاب ولا هادي ما تركبش فيه. كي واخا انا مشيت فهاد الكونتينير هذا، وملي غادي نوصل لمصل هي وغادي نلقاو داك السلعه تماك شنو غادي نقول لهم؟ غاسمع شتي لو وصلتي تماك حالها ساهل، عندك جوج ديال الحوايج، الا كان عندك الزهر غادي تهز داك الكونتينير بحال هكاك، غادي يهزو فوق الموك وغادي يخرج من المصل وغادي يمشي حتى للشركه اللي غادي تخوى فيها السلعه. هاد البلان غتكون صافي انت في الغابه وسلتي. ثاني حاجه واللي هي صعيبه شويه هي الا كانوا كيخوفوا في المصل، غدير بحالك بحال خوتك، غتجمع القوه ديال كامله، مع تحل الباب غادي تنقز وغتعطيها لدارك، وهادشي اللي كيديروا كاع الدراري وكيسلتو. قلت انا غادي نفكر وغدا نعيط عليك. قلت لي نعيط عليك لقى التليفون ديالك طافي، عارف سميتك عند البوليس. قال لي صافي خويا ادم حنا ماشي دراري صغار. مشيت للدار وبقيت كنفكر في هاد البلان هذا، بديت كنعمر مع الدراري ولا الدب وكنقلق للسوق كيفاش الدراري كيحرقوا. من الزهر ديالي لقيت واحد الدري يلاه جاي من الصواليون وكيهزو فرحيل وغادي يتحولوا لدارهم جديده حيت ولدهم شرا ليهم دار. مشيت سلمت عليه وجلست معاه في واحد القهوه، قلت ليه بغيت غير شي معلومات الله يجازيك بخير. قال لي مرحبا خويا اي حاجه خصك سول. قلت ليه بغيت نمشي للغابه، فاش غادي نمشي؟ قال لي عطى الله البلانات اخويا. قلت واش عمرك سمعت على شي واحد مشى في كونتينير؟ قال لي اه مزيانه احسن بلان هو هذاك، ضامن راسك. الحاجه الوحيده اللي ما نوصيكش عليها هي الفلوكه، ماشي صاحبي مسكين اللي مات شنو وقع ليه؟ انت مالو شنو وقع ليه؟ قال لي خلص 5000 درهم باش يحرك فلوكه. قال لي هزهم هما شي 50 واحد تمات غدا بهم الفلوكه حتى وصلوا النص ديال الطريق. الميكروب اللي كان صايك بهم بالعاني بدا كيدير شي صوكان هو يقلبها كامله. من بعد جا واحد خينا بالجيتسكي هزو زاد في حالته وخلاو بنادم كيموت تماك. هادوك الناس اللي قلت لك كاملين مساكن ماتوا ها يلاه بينهم في الاخبار دابا مليوحين في زناته. زاد كب فيا الخلعه ديال بصح. قلت له هاد البلان ديال الكونتينير شنو كدير ملي كتوصل لهيه؟ قال لي نفس الهضره اللي قال لينا خونا، عرفت ان خونا ما تيكذبش عليا وباغي غير يصدرني. قلت له حتى الكونتينير فيه العذاب شويه، ما سمعتيش المهدي مسكين شنو وقع ليه؟ قال لي المهدي مكلخ. اه الله يسمح لينا الله يرحمه مسكين، ما كانش عليه يدير بحال هكاك صاحبي، كيشوف العطيه في الكونتينير وطالع ليها. اسمح لي شحال من واحد ما عارفش ولكن كيسول، هذيك راه حياتك. قلت ليه ولا طحت في الصباليون شنو خاصني ندير؟ بدا كيضحك وكيضرب لي على الكتاف ديالي، قال لي غتعري على هادو، غتكون راجل، غادي تقاتل، ما تعول على حتى شي قاد، ما تقولش راكين صاحبي تماك غادي يصوفيني، والله لا شاف فيك واحد. هادشي اللي وقع لي النهار الاول فاش مشيت، كاع الدراري اللي كنت كنعرف تماك، والله ما شاف فيا فيهم واحد، كنت كنبات في الزنقة وعارفيني، ولكن الحمد لله قدرت نوقف على رجليا، واخا ماشي كلشي 100% حلال، نتمناو من الله يغفر لينا. نخليك اخويا ادم خاصني نمشي دابا، تي شكرا بزاف على النصائح ديالك والله يسهل عليك. عيطت على داك السيد وقلت ليه صافي انا موجود. دار معايا نهار الجمعه مع 4 ديال الصباح، وصاوني باش نديو معايا شي صاك في شي ميكات باش تقضي الحاجه ديالك، وميكا عامه بالحمص وبوديزه ديال الماء. وصل داك النهار لقاتني مع 4 ديال الصباح في البلايصه فين دار معايا. من بعد بدا كيطلق ليا واحد البيل مشيت لعندو. كنت مرتاح شويه ملي شفت العساس حيت كنعرف الكونتونيرات فين غادين، وحتى السلعة اللي هازين وكانوا 100% غاديين ياخدوا الحضارة ديالهم باش ميوقعش نفس الغلط الأول. وصلنا لواحد الكونتينير وجبد الراجل واحد الماكينة دايرة بحال بانس وبقى مضارب مع داك البياسة اللي كانت خفيفة دغيا كتهرس، ولا تهرسات البوليس كيعرفوها باللي محلولة وكيعرفوها شي واحد كاين فيها ولا السلعة ناقصة. المهم حل داك البياسة وحل لي الباب، طلعت الكونتينير أول حاجة بدات تقلب داك السلعة اللي كاينة تماك. كان عامر غاب الكاميلات وبشي موعن، كانت كل حاجة بلومبالاج ديالها، وكان عندي واحد كوان مزيان فين نجلس كنبان مخبي فيه. المهم ارتحيت تماك، سدو عليا الباب وبقيت شاد واحد الكوان ما كنتحركش 10 سوايع وانا جالس. من بعد بديت كنحس بالكونتينير بحال كيتحرك، عرفت من بعد راه هازينو فداك الرافعة وداوه ديريكت للباطو وتحط. الحمد لله
الخطوه الاولى دازت مزيان. كنت هاز معايا واحد تليفون نوكيا بيل عادي حيت هو اللي غادي يصبر ليا في الشارج. كنت مخدم واحد كرونو من الوقيته اللي طلعت للكونتينر، وصلت دابا 48 ساعه وباقي ما وصلناش. في وسط داك الظلام كنت كنتخيل بزاف ديال الحوايج. اول حاجه هو ملي غادي نوصل، واش غادي نقدر نهرب ليهم ولا غادي يشدوني ورجعوني للمغرب؟ الا مشيت حتى رجعت الحياه ديالي غادي تدمر. والحاجه الزوينه هي نهرب ليهم وندبر في شي خدمه وحتى انا نتصوفا وندخل معايا شي حديده للبلاد. بقيت مقابل داك الكرونو يلاه فيه 50 ساعه، عرفت راسي ما حدي مقابل الوقت ما غاديش يدوز دغيا، داكشي علاش شديت داك التليفون وانا نطفيه. بقيت متكي في بلاصتي ساعه ساعه كنوض نتحرك، كنحرك يديا رجليا حيت صافي كنحس بالدم ديالي جمد. من بعد بزاف ديال الوقت بديت كنحس بالكونتونير تهز بيا. من بعد تحط في واحد البلاصه وسط المرصى ديال السبليون، ولكن الحاجه الوحيده اللي ما كنتش كنتوقع وما كنتش ضارب البلان ديالها هي اللي وقعت. تحط الكونتونير ديالي واربعه جويه كانوا ضايعين به الكونتونيرات، يعني البيبان بلوز مسدودين، واخا تحلو غتلقى كونتونير ساد عليك، ما عندك كيفاش دير حتى تخرج. وتزادت عليا يومين اخرى، يومين ديال العذاب. كنت كنقضي حاجتي غير في الميكات وكنلوحهم في واحد القنت. الكونتونير ولات ريحتو خايبه بزاف، وليت باغي غير امتى نخرج من تم. ونهار على نهار كنزيد نتخنق كتر. تخيلوا معايا ضارب خمس ايام في كونتونير، الحمص اللي عندي كله ساله والمحتوى بقات ليا غير شي جغمه، حيت كنت كنقتصد فيه بزاف. كنشرب شويه وصافي غير باش نعيش. واحد شويه بديت كنسمع في الكونتونيرات كيتحركوا اللي حدايا، وحتى دوك التقابيل اللي كانوا كانت غير الظلمه فيهم دابا ولا كيبان الضو. صراحه فرحت بزاف. كنت كنطلع من داك التقابي كنلقى الخدامه لابسين الجيليات وكانوا كاملين كوا كيدويو غير بالصبليونيه. قلب ديالي كيضرب في 90. من بعد تهز الكونتونير ديالي وتحط فوق واحد هاموك وتم خارج من المرصى. صراحه كنت كنتسنى غير الوقيته امتى يوقف ويحلوا عليا باش نهرب ليهم. من بعد شي 3 السوايع ديال الطريق وقف هاموك، جاو بداو كيحلوا في البيبان. كنت كنطلع عليهم وكنشوف فيهم، يلا بدا كيحل فيه شويه ويهاب هاب بقى شاد في نيفو. اي على بلان تصيت الميكات اللي كنت كنقضي فيهم الحاجه ديالي، كنت كنلوحهم حدا الباب وعطات الريحه ديال بصح. هما غير شموا داك الريحه عرفوا شي واحد كاين تماك. تاكدت من هادشي ملي شفتهم ساعه ساعه كيجيو يقربوا حتى داك التقابي وكيبداو يطلوا لداخل. شويه جبدوا التليفون دوك يعيطوا، ما كامل جوج ديال الدقائق وقفات واحد الطوموبيل ديال البوليس بداو كيحلوا عليا. من بعد خرجوني، كنت كنشوف في داك الضوء عينيا كيضروني. خمس ايام ما شفت الضوء كيدير، مع وقفت في الطريق وشفت فيهم وانا نطيح مغيب. عيطوا لومبيلونس وداوني ديريكت للسبيطار، بقاو شاديني 48 ساعه عالجوني تهلاو فيا، عطاوني حوايج جداد، ومن بعد رجعوني للبلاد الكحله. حتى قررت نحقق الحلم ديالي والحلم ديال المغاربه كاملين. صراحه طلع لي الدم بزاف، ولكن قلت مع راسي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تفكرت البلان الاول وما بغيتش نكعب، قلت الحمد لله، ما عرفت هادي شنو حيدت عليا. المشكله لاحوني في طنجه، ما عندي حتى ريال، ما عارف حتى المحطه فين جات. تلاقيت مع شي دراري قراب تماك المسا وعرفتهم ولاد كازا. عاودت لهم البلان اللي وقع ليا، قلت لهم دابا بغيت نرجع غير لكازا، تعاونوا مع خوكم، حتى شي واحد فيهم ما عقل عليا، من غير واحد، كان سميتو يونس. عيط عليا وقال لي خويا بغيت غير نسولك، علاش باغي ترجع لكازا؟ صافي استسلمتي، انت جيت قاتل مع خوتك هنايا، كون حاب يا صاحبي وما تفاك حتى توصل. قلت لي خويا داهم يلا خا ما عنديش، ما عندي حتى من ناكل من دابا. قال لي كلشي ضابو على حسابي، انت غادي تبقى معايا، كون غير راجل. قلت لي خويا شكرا بزاف، ولكن ما بغيت نقصر على حتى شي واحد، بغيت فلوس يكون عندي في جيبي. قال لي ماشي مشكل. عطاني مسكين 100 درهم وقال لي هاك باش تمشي للمحطه، والشي الاخر قلب على راسك. خديت من عنده الفلوس وقلت الا جيتي لكازا عيط ليا والله تنرجع لك فلوس كاملين. المهم شديت طاكسي صغير داني ديريكت المحطه، داني بواحد 25 درهم. ملي وصلت المحطه كنلقى البيي ب 170 درهم، اخوكم يلا عنده شي 70 درهم. مشيت كندور كنطلب في الكريسونات والو، والله ما عقل عليا شي واحد، خصوصا حالتي كنت كنبان مغوفل بزاف. خمس ايام اللي دوز ديال العذاب، جلست مع راسي وبقيت كنفكر شحال. قلت داك الدري اللي دوى معايا صراحة عنده الصح، علاش غادي نرجع كاع لهاد كازا هادي؟ لا عائلة تحمر الوجه، لا دار، لا والدة، ما كاين ما يدار، اللهم نموت هنا نيت. شديت الطاكسي ورجعت لنفس البلاصة اللي تلاقيت فيها مع داك الدري، بقيت كنقلب عليه شحال من بعد لقيتو. يا خويا يونس فكرت في داكشي اللي قلتي ليا كامل وقررت نبقى معاك. قال لي مرحبا بك خويا ادم، قال لي يلا نعوزو اليوم حتى الغدا ونرجعو. تاني مسكين ديريكت عند واحد حلاق
ضربتها بواحد التحسينه. من بعد مشيت انا وياه لواحد الحي كان كاري فيه واحد البيت، عطاني ساوش وقال لي دخل وخرج الوقت اللي بغيتي. قال لي تاحت العشيه هادي وغدا ان شاء الله غادي نوضك مع بعض الصباح. كل نهار كندير بحال هكا حتى يسهل علينا الله. المهم داك العشيه كنت عيان بزاف، بقيت غير في داك البيت شاعل التلفازه وكنفكر في هادشي كامل اللي وقع ليا بحال شي فيلم، حلم قرب يتحقق. وفي لحظه واحده كيتبدل كلشي. مع ديك الوحده ديال الليل دخل يونس قال لي واش ادم باقي فايق؟ يا انا خويا باقي. المهم يونس مع دخل مع جبد واحد السيف من الظهر ديالو ويخشي تحت السدار اللي كينعس عليه، وجبد واحد جوج تليفونات وحطهم حدايا. قلت ليه يونس انت منين ضباتي على هادو؟ قال لي واش بغيتيني نعيش هاد المده كامله هنايا؟ راني بحالي بحالك، لا عائله لا دار لا والدين، ما كاين علام نتسلم. راني كنتقاتل هنايا حتى يسهل عليا الله ونخويات البلاد. يونس كان كيمشي كريسي باش يعيش، باش يخلص الكا والماكله والشراب. مع ربعة الصباح فيقني يونس، شدينا الطريق ديريكت للمصا وبدا كيوريني القوالب ديال الحايك. سولت يونس واش فايت لي شي نهار حط رجليه في بلاد الغربه ولا لا؟ قال لي شي مره باك ما قلتي سبعه الخطرات ولا ثمانيه. قلت لي ويلي ثمانيه الخطرات وديما كيرجعوك. قال لي خوك ما عندوش الزهر، ولكن داك الزهر غادي نديرو بيديا. قال لي انا مشيت مره وحده وحقدت ديال بصح. قال لي ما خليت فاش حركت، مره حركت فلوكه، مره في زودياك، واحد النهار حركت تحت من كار. قال لي وهاديك ديال الكار كانت اصعب واحده بزاف، حيت جلست واحد البلاصه ما كنتش عارفها كتسخن مع الطريق. ما كذبش عليك كنت غادي كنت تقلى في الطريق، تسنيتو غير وقف واحد فيوج وانا نزل. لقيت الظهر ديالي كامل مسلوخ وراني ظهر، الصراحه تخلعت كانت باينه فيه واحد الحركه خايبه. المهم بقيت كنمشي مع يونس يوميا، كان كيوريني الطرق كيفاش نحرقو. دوزت معاه شي 15 يوم، يونس مابقاو عنده لا فلوس لا والو، وانا حسيت براسي حكات عليه ديال بصح. يونس كيبان لي تحنا تحت السداري وجبد داك السيف ديالو، عرفتو عاوتاني غادي يكريسي. ضغط لعندو قلت ليه يونس عندك شي سيف اخر؟ قال لي علاش؟ قلت لي بغيت نمشي معاك. قال لي لا لا غارتاح. قلت لي لا والله تا غنمشي معاك. قال لي ما عنديش كاين غير هذا، ولكن راه غير هذا قادي الغار. قلت لي غادي نمشي معاك ولكن بشرط واحد، الناس اللي مكحطين راه بعد منهم، بغيت شي واحد لاباس عليه، ديلي شي تليفون ما يبانش عليه. الا ديتي لي بيسي غدا غير تمشي شري بيسي اخر، فلوس موجوده. اما اللي مكحط اخويا كنحس بيه بزاف. قال لي صافي مشات. مشينا لواحد الحي اللي فيه غير الفيلات في طنجه. بقينا كندور تماك حتى بانت لينا واحد البنت خارجه، وقفت عليها انا وجبد داك السيف. يونس حل داك الصاك وقلبو مزيان، دا لا التليفون وشي فلوس. هربنا من داك القنت ومشينا لسيكتور واحد اخر. جلسينا واحد الدريه اخرى ومن تماك مشينا ديريكت للبيت. كنا كنجلسيو غير باش نخلصو الكار وباش نعيشو. الدريه الثانيه اللي جلسيناها دا لا يونس الصاك كامل، هز منهم يونس التليفونات والفلوس ولاح الصاك في داك البيت. مشى يونس يصرف داك التليفونات وبقى عندي داك الصاك. بقيت كنقلب فيه وانا لقى فيه لاكارت ديال البنت والبيرمي ديالها، كارت كيشي، كلشي الوراق ديالها كانوا تماك، والواعر هادشي كامل كان حتى الباسبور. بلا ما نعاود لكم على الدريه كي دايره آية في الجمال. بديت كنقلب في داك الباسبور، لقيت الكاشي اللي فيه خاصها غدا ترجع مع جوج ديال النهار، الا ما رجعتش غدا تمشي ليها البي وغدا تكافص ديال بصح. الصراحه مات والله ما عرفت من دير، بقى كيأنف في الضمير ديالي شحال. قلت السيدة دابا كرة كتبكي بالليل وبالنهار، قلت ما عندي تا شي حل، غادي ندي لها الوريقات ديالها واللي بغا يوقع يوقع. شديت واحد الصاك ديالي وخشيت فيه الصاك ديالها باش ما يبقاش باين غادي ها الصاك ديال الدريات. جبدت غير لاكارت منه وبقيت كنقلب على العنوان ديالها فين جا. شديت واحد الطاكسي داني حتى للدار عندهم. من بعد وصلت قدام الباب ديال الدار وبقيت مصمر، كنت خايف لندق وتعقل عليا البنت، مع تشوفني دات غوت ويجيو البوليس ويصيفطوني للحبس فابور. بقيت كنفكر مزيان، من بعد قلت غادي نمشي ولي ليها ليها. صونيت في لانتيفون وهي تجاوبني واحد البنت. قلت لها اختي بغيت نسولك واش انتي جيهان؟ قلت لها اخويا شكون نتايا؟ من الصوت ديالها كانت باينه شبعانه بكا. قلت لها اختي غير خرجي عندي وغادي تعرفيني شكون. قالت لي صبر انا جايه. كنت كنتسنى فهاد جيهان تخرج شي وحده مسرقمه خرجت عندي قنبوله، بقيت غير كنشوف فيها. نيفا كان حمار وعينيها حمرين بالبكا ومع وجهها ابيض، كانت كتبان زوينه وهي كتبكي. قالت لي خويا شنو بغيتي؟ اول حاجه قلت مع راسي الحمد لله ملي ما عقلاتش عليا، حيت الحوايج اللي كنت لابس كاملين بدلتهم. قلت لها اختي لقيت واحد جوج دراري كيقلبوا في واحد الصاك، من بعد هزوا منه شي حاجه ولاحوه. ملي قلب داك الصاك لقيت فيه شي ورقات ديالك ومنهم باسبور. قبل ما نكمل الهضره وقفات واحد الطوموبيل ديال البوليس، نزلوا منا واحد جوج حناش قد الحيوطه، قصدونا ديريكت
بداو كيدويو مع البنت. صراحه ما كذبش عليكم، اللون ديال الوجه ديالي تبدل، شدتني واحد الخلعه ما قدرتش نوصف لكم. دارت شافت في داك الحنشه وقالت ليها عطيني 5 دقائق. قالت ليها كمل اخويا كمل لسان باش غادي نكمل ليها. قعد عليا بديت غير كنتمتم وكندخل ونخرج في الهضره. قلت ليها اختي انا جيت ندير غير الخير. قلت لها المهم ملي قلبوا الصاك ديالك لاحوا، لقيت العنوان ديالك وجبت لك الورقات، خصوصا ملي شفت الباسبور غدا غدا تصافي. حدي حيت الصاك من ظهري وجبت منه الصاك ديالها. هما يتلاحوا عليا داك الحناش. قالت لهم لا 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 غير تلقوه. قال ليها ماشي انتي اللي غتورينا خدمتنا. هزوني وداوني ديالك في داك الطوموبيل الكوميسارية. حدهم سولوني على سميتي، عرفوني ديجا مدوز الحبس، وهادشي اللي زاد كمل عليا. وبداو كيدويو معايا بصفتي انا اللي شفار. عييت ما نطلع في داك البوليسي وكنقول ليه راكم كنت انا اللي شفار ما غاديش نجي للدار، راه ما كاينش شي واحد شافها شي صاك وغادي يجي حتى لعند مولاتو. دي انا لقيت الناس كيقلبوا فيه من بعد لاحو. عاودت ليهم لافير كامله اللي وقعت، ولكن قالوا لي ضروري غتبقى معانا هنايا. شويه كتبان لي داك البنت داخل مع الباب، وداخل مع واحد راجل طويل والحيتو بيضاء، كان ضارب واحد كوستار واخا شيباني الصراحه كيبان بوكوس وباين عليه العاقه ديال بصح. داك الاوفيسي غا شافو ناض وقف وسلم عليه، قال لهم خرجوا عليا دابا. بقيت جالس انا برا بحال شي قط وهما كيدويو لداخل، حتى بنتو كانت معاهم. من بعد خرجت عندي وقالت لي كنشكرك بزاف على هادشي اللي درتي معايا وعمرني ما غنسى هاد الخير ديالك. قلت لها ماشي مشكل، ولكن فكيني من هاد المصيبه اللي انا فيها، جيت ندير الخير غادي نولي غارق حبس. بدات كتضحك وقالت لي حتى لا صاحبي انت غتخرج معانا دابا. وداكشي اللي كان مع خرج داك الراجل سلم على داك الاوفيسي وقال لي اجي معايا ولدي. الحمد لله طحت في هادي بنت الناس، وكانت شي وحده اخرى تقول لك انا مالي شغلي صافي دابا يطلقوا وما تسوقش لك كاع. طلعنا الطوموبيل السيد طير كامله هو كيشكر فيا. قلت ليه ما كاين حتى شي مشكل. دارت عنده بنته قالت ليها بابا فيه الموت ديال الجوع، وقف ليا بابا ناخذ شي بيتزا. كره ادم حتى وقعت له الجوع. انا كنت غير ساكت وقلت ليها لا 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 ما فياش الجوع. بيني وبينكم كنت باغي غير نسلت في حالتي. وقف ليا باها وقطعت الشنطي من الجهه الاخرى، مشات كتجيب بيتزا. وبقى با كيسولني شنو كدير في الحياه ديالك، ومع خوكم حتى القرايه ما قرايش ما كنعرفش نهضر معاه. قلت ليه ما كندير والو، انا ولد كازا وجيت لهنا غير كنقلب على راسي وصافي. قال لي واش كتقلب على شي خدمه؟ قلت ليه اه. بيني وبينكم حشمت نقول لي جاي نحرق. المهم بقينا كندويو شحال شويه كتبان لينا بنتو جايه قاعده على الطريق. شي براش كانوا راكبين في شي غولف سات كانوا دايزين من قدامه. وقف الباهوش اللي صايق وقال لها بيديها قطعي قطعي انت الاولى ملي تما تقاطع ويكسيري. وبداو كيطلعوا من الشرجم وكيضحكوا عليها. بيتزا اللي كانت شاده في يديها بالخلعه كامله طاحت لها في الارض. تعصبات ديال بصح وقالت ليها حمار. داك المكاري بدا ينك دك دراسهم، ومع ذلك ما عجبوش الحال ملي سمع حمار. وقف الطوموبيل على اليمن وتما راجع بماشايا. وبداو كيسبوا ليها في العروق ديالها. انا جالس كنشوف وما عارف ما ندير. كيبان لي باها نزل كيجري وبداو كيتعايوا معاه حتى هو. بصح انا تزاديت في الكيان، ولكن ما قدرش ندير هاد الفحيل هادو. الا بان لي شي راجل كبير والله ما نقدر نسبو، خصوصا الا كان معاه ولدو صغير ولا بنتو كبيره. صراحه ما نقدرش. ملي شفت داكشي زاد على الحد ديالو نزلت من الطوموبيل، مشيت عند داك الدري وقلت ليه خويا احترمت السيد راه راجل كبار منك، وتاني حاجه راه معاه بنتو. تخيل اختك انت دابا تكون غدا مع الوالد، مع جبت لي اختو هو يدفعني. حدو حط علي يديه مع فاسو باش تبلى، حتى لقى راسو منشوف فلاد وكنضرب فيه الوجه. جو صحابو كيتجاراو كيبان لك طايح كثر من النيض، خلطتهم كاملين. ولا بات البنت كيفك فيا وانا جاع عليهم، كنبرد فيهم الغديد ديال الفقر اللي عايش فيه. من بعد ركبنا في الطوموبيل ومشينا بحال ما وقع والو. كنت غادي معاهم في الطوموبيل ويديا كيتاعدو، بقى كيشوف فيا راجل وقال لي ولدي وشويه دي الحمد لله. قال لي واش كتعيني شي حاجه؟ تي ماشي شي حاجه معينه، المهم لونطيم وصافي. قال لي ما كتبش عليك ولدي تبارك الله عليك، كنت كنتمنى حتى انا يكون عندي شي ولد بحالك اللي ديما نهز بيه الراس ديالي، ولكن الله طلعني غاب البنات. دارت كتشوف فيه بنته وكتضحك وقالت ليها ياك بابا ياك، وقلبناها ضحك كاملين. من بعد حطوني في واحد البلاصه اللي قريبه ليا. جبد باها واحد الجوا وقال لي شوف الا ما شديتيش من عندي هادي والله حتى غادي نتقلق منك. قلت لي عمي انا ما درتش هادشي على قبل الفلوس، انا بقات في الدية غدا مسافه غدا تكافص. قال لي اه ولدي درتي فينا خير كبير، الدية كتكمل قرايتها لهي، ولا ما مشاتش دابا غادي نتكاصو ديال بصح الجميع جمعنا هاد الوراق كاملين. الله يرضي عليك اولدي. خديت من عندو داك الجوا وجبد لي كارت فيزيت. قال لي اسمع نهار اثنين جي عندي لهاد العنوان ضروري. دي صافي شكرا بزاف. دارت عند البنت وقلت ليها طيح السلامه.
بقات كتشوف فيا وقالت لي شكرا بزاف. من بعد مشيت ديريكت للبيت، لقيت خونا باع التليفونات كاملين، كان جايب واحد القاعدة شاب صغيرة بزاف وحاط حدا شوية ديال الزريعة وكيتسنى فيا. مع دخلت قال لي تا فين اخونا فيك تغاب اجي نشطو اليوم شوية. تفرقعت عليه بالضحك، قلت له القاعدة اللي غادي نشطو بها؟ قال لي حقاتي؟ قال لي قنبولات. سير صاحبي عطينا ابتسامة ما بغيت والو، سير داير الله تقدك نتايا. جاب واحد القاعدة المناضة وخوها من النص وخوها داكشي اللي كان في ديك القاعة في المناضة وبدا كيشرب وكيحط ليا. بيني وبينكم ديك القاعة حقاتة ديال بصح، بقيت كنشرب انا وياه بشوية بشوية وكنقولها ما غدير والو، قاعة صغيرة بزاف. ولا فوت لي دنا بجوج هو بقينا كنشربو وحنا جالسين، حتى شي واحد فينا موقف. تقريبا حتى كملنا ديك القاعة كاملة كنا كندويو عادي وحتى شي حاجة ما حسيت بها. هو كان داكشي باقي ما دارش ليا الدم كامل وكنت باقي جالس. الوقيته اللي بغيت نوقف ما وقفت انا وانا نتدخ على الطبله، الكابي اللي غادي يوقفوني ما بقاوش. هو تفاقع عليا بالضحك، ملي بغى ينوض عندي طاح عليا حتى هو. بقينا متكين في بلايصنا بحال داك جوج طابيات، حتى شي واحد فينا ما قاد ينوض. بغيت نوض غير للطواليط والو الكابي باش نوض ما بقاوش عندي. حاشاكم قضيت الغراض في حويجي وحتى هو نفس الشيء. دوزت واحد الليله معفونه بزاف، انا كنرد وهو كيرد. هذاك البيت تخلطوا فيه كاع الروايح، وبسبب هاد الليله هادي كانت هذيك هي التوبه ديالي من الشراب. عماني باقي نحطو في فمي وخيبقى غا هو. ضبطني الفيقه الصباح ملي كنضرب على المكانه كنلقى الثلاثه ديال العشيه، وداك البيت ما نعاودش لكم على الريحه ديالو. خرج ديك للطواليط كنخوي عليا في المباد هالعار غتحيد مني داك الريحه. لقيت واحد الصاك ديالي الحمد لله ما تقاسم والو، خديت منه حوايج نقيين وبدلتهم. من بعد عمرت واحد السطل كامل بالمباد ومشيت عنده وانا نخوي عليه. بقيت جالس في الزنقه حتى ناضو بدل حالته. جمعت داك الفلاش كامل لحتو في الزنقه، حتى شي حاجه ما بقيت حاملها. طلقت العود ديال الند ما خليت ما دات، وتقول داك الريحه واش بغات تمشي. بقات واحد اليومين بحال هكاك عاد مشات. يومين وانا كنعس غير في الدص غير في حصيره. نهار الثالث جاب لينا يونس جوج ديال الماندات، قال لي شريتهم من واحد الشوطيه وهي في الحقيقه كان خاونهم غير من شي سطح. قال لي يونس اسمع غدا ان شاء الله غادي نمشيو للمرسى نسى عليا الزبل كامل اللي وقع. درت انا وياه كيف العاده مع 4 ديال الصباح غادي نمشيو. مع الجوج ديال الليل بينا كنسمعو في الدقان. ملي مشى حل يونس الباب كنلقاوهم الحناش، جمعوني انا وياه وداونا في واحد الصطافيط. يونس ملي حق معاه مزيان عتاف باللي شافه، واللي عجبني في يونس كتر قال ليهم هاد السيد ما كانش معايا، هذا غير كاري انا وياه وصافي. خصوصا ان الكاميرا اللي شداته كان بوحدو، ولكن 100% كون كان شي ميكروب من الكاريان عندنا كون صيفطني مع الحبس. خرجوني انا وضابو يونس بربع شهور ديال الحبس. زيد داك المنطقة اللي كانت عندنا في البيت وديتها ليه، عطيتو الحوايج الفلوس كلشي، وتسامحت انا وياه حيت كنت عارف هما غاديش يخليوني نزورو مازال. مهم من بعد رجعت لداك البيت. وصل النهار اللي دا معايا فيه داك السيد، هزيت كارت فيزيت ديالو ومشيت ديريكت لواحد الشركة. دخلت حتى لداخل وسولت واحد البنت، قالت لي تسنى هنايا. جبدات التليفون وعيطات شويه، قالت لي سير مع هاد البنت هادي غديك حتى البيو ديالو. قعد داك البنت غادا وانا تابعه من اللور. حتى وصلنا البيو ديالو دقاته، من بعد حلت لي الباب رجعت لي اللور ودخلت انا. قال لي تفضل تفضل السي ادم. بقيت جالس كنهضر معاه شحال، من بعد قال لي انا جبتك هنا باش نهض لك الجميل اللي درتي مع بنتي، هو غادي يخدمك في شي وحده من الشركات ديالي. اخر حاجه كنت كنتوقع هي خدم في شي شركه، عماني ما خدمت عند بنادم. قلت علاش لا ما نجربش في الحاجه، الله يجازيك بخير. المهم دوا مع شي واحد في التليفون، قال لي ادم خرج تسنى برا، واحد شويه غادي يجي عندك واحد السيد غادي يهزك الطوموبيل وغادي يديك ديك للشركه وغتبدا الخدمه من اليوم. تي شكرا بزاف الحاج اللي يخطيك. داكشي اللي درت خرجت وبقيت كنتسنى حتى جا واحد الراجل كيسول عليا. نط لعندو قال لي يلا هولي يلا. ركبت معاه في الطوموبيل ومشينا ديريكت لواحد الشركة. هاد الشركة كانت كتصاوب الساول ديال الجين. كنا غادي نطيق وبقى كيسول فيا داك الراجل واش كتعرف دير شي حاجة، كتعرف تخيط بالماكينة؟ قلت ليه ما كنعرف ندير حتى شي حاجة وعماني ما خدمتش في شي شركة. قال لي ماشي مشكلة ولدي مرحبا بك، بشوية بشوية حتى انت غادي تتعلم. المهم بديت الخدمة داك النهار. الخدمة ديالي كانت سهلة بزاف، كانت واحد الماكينة كطوي السوال، انا خاصني غير نخشي الميكا في السوال ونسدها، وكنصاوب واحد الكوليه اللي فيها 20 سوال وكنسدها بالسكوتش. الحمد لله النهار الاول ولفت الخدمه ديالي وخدمت مزيان، حتى من داك الشاف ديالي كانت عاجبها الخدمه. المهم بديت خدام نهار على نهار حتى وصل راس الشهر، عطاوني 4000 درهم. الصراحه صالير مزيان بزاف،
بحكم النيفو ديالي خارج من رابع واول خدمه غادي نخدم فيها الصالير كان مناسب ليا. عاد زيد نهار السبت كنت نخدم غير نص نهار. المهم دازت الوقت ضربت الشهر الاول شهر الثاني وبديت كنولف الخدمه. السيد اللي كان الشيف ديالي كان الله يعمرها دار حتى جا واحد ميكروب اللي هو الشيف ديال المكازا، ميكروب ديال بصح. مع دخل بدا كيسول شكون هو داك ادم اللي خدم جديد فين هو. مشيت لعندو وسلمت عليه، كان كيهضر معايا ناقص بزاف من الطريقه ديال الهضره ديالو بين ما حاملنيش. واحد النهار كنت خدام عادي، هو يدوي مع داك السيد اللي كان الشيف ديالي، قال لي هذا حيدو من داك بوست. قال لي داك السيد علاش؟ خلي السيد خدام مزيان، وتاني حاجه هو ما كيعرف يدير حتى شي حاجه اخرى، مادام عطاه هاد الخدمه صافي خليه فيها. هذاك الميكروب ما حملش هاد الراجل اللي كالي عليا، هو يقول ليه شتك وليتي كترد عليا في الهضره، يلا بغا يدوي مع السيد خلاه واقف. وزاد طلعت عندك السيد وقلت ليه اسمح لي بزاف الا جبت لك شي مشكل. قال لي لا لا ولدي لا، هذا راه ميكروب وهذه المعامله ديالو مع الخدامه كاملين، ولكن ولدي دابا يلقاها. واحد النهار جيت الخدمه ديالي كيف العاده، حتى كيبان لي داك الراجل اللي هو الشاف ديالي ما جاش. نهار الاول نهار الثاني والو الاثار ديالو ما كاينش. ملي سولت عليه الخدامه قالوا لي داك الميكروب حولوا لشي مكازا اخرى، ولا داك الميكروب هو اللي شاف عليا. واحد النهار عيط عليا البيو ديالي وقال لي شكون اللي خدمك انت هنايا؟ قلت له الحاج. قال لي اه ومرحبا بك، والله ما كنصاحب الحاج اللي مدخلك، كنصاحبك من العائله ديال الاخر، داكشي علاش كيكالي عليك. مرحبا بك اولدي، مرحبا بك، شوف انت اللي غتولي الشاف ديال المكازا. قلت له شوف من الاحسن خليني غير في الخدمه ديالي، الخيار الوحيد اللي غادي دير فيا هو ترجع هذاك السيد، ما بغيتش نقطع ليه رزقه وناخذ ليه بلاصتو. بدا كيضحك وقال لي انت شمن رزقه تقطع ليه، السيد راه خدام احسن من الاول. جبت التليفون ويعيط ليه ودوى معاه قدامي. قال لي واش انت متاح في خدمه جديده؟ قال لي اه. عطاني التليفون دويت معاه لقيت السيد الحمد لله بخير، صراحه عاد تحيت. قلت ليه ما كرهتش ناخذ بوست جديد، ولكن خوك ما قاي والو خارج من رابع. قال لي انت كلشي ساهل، هاد الكارطونات هادو غدا تقيدهم هنايا وغتسيني عليهم باللي داير فيهم السلعه قدا وقدا، وهاديك تمارين اللي كضرب دابا غادي يجي واحد اخر يديرها. قلت لي صافي مشات. وليت كندور عليهم في الشركه وكنبدا نقيد السلعه اللي تخدمات، شحال من كارطونه وكل كارطونه واش فيها السلعه هي هاديك، كنت كنحسبهم بيديا ما كنتش كنتيق. حتى لواحد النهار عيط عليا واحد السيد، هاد السيد هو الشاف ديالي الاول. قال لي شوف اولدي حدي راسك، هداك الميكروب راه كيوجد باغي يدير شي حاجه ويقدر يلصق لك شي موتيف ويصيفطك للحبس. قلت لي كيفاش؟ شرح لي الله يحفظك. قال لي راه الخدامه كلهم كيشكروا فيك كتعامل معاهم مزيان وما بغاوكش تصيد، قالوا لي اي سلعه كتكون انت اللي كتسيني عليها، راه الا مشات السلعه شي نهار من داك الشركه انت اللي غادي تحاسب عليها، المهم حدي راسك. حدو قال لي بحال هكا فيقني، خصوصا هاد البلان ديجا حاضر لي في واحد الفيلم، واحد الميكروب كان كيستغل واحد الدري حيت ما قاريش، كان مسكين كيسيني غير على السلعة، وفي الاخر خون السلعة كاملة وصيدو. عرفت هاد الميكروب باغي يدير ليا نفس القلب. خليت واحد النهار حتى ساليت الخدمة ديالي كيف ديما، ومشيت ديريكت عند الحاج الفيلا ديالو. دقيت عليه مع خرج، قلت ليه سمح لي جيت عندك في هاد الوقت، ولكن بغيتك شي حاجة ضرورية. قال لي مرحبا ولدي دخل. دخلت عندو وجلسنا في واحد الجردة ديال الفيلا ديالو، وعاودت ليه البلان كامل. قلت ليه راني خايف نولي غادي للحبس، وانا ما داير والو، وما عرفت حتى شي حاجة في هادشي كامل. قال لي ما عندك مناش تخاف ولدي، اول حاجه انا اللي حطيتك الشاف في مكازيني حيت كنتيق فيك وعارفك ولد الناس. ثاني حاجه غدا ان شاء الله غادي نصيفط لك واحد السيد غادي يركب لك كاميرات وتبقى مهني مع راسك. قلت لا لا ما بغيتش كاميرات يركبوا بالنهار، بغيتهم يركبوا بالليل حتى شي واحد ما يشوفهم، حيت انا حاسب داك السيد باغي يدير شي حاجه. بقى كيشوف فيا الحاج وقال لي واش غادي نقول لك اللي بغيتي. واحد النهار كملت الخدمه كيف الايام العاديه، خرجت حتى انا مع الخدامه وتسدات الشركه. دازت واحد الساعتين عاود رجعت للشركه ومعايا السيد اللي غيركب الكاميرات. ركبت في كاع البلايص اللي كتحط فيهم السلعه وما بينيش، دويت مع العساس باش ما يقول حتى شي واحد على الخبار ديال الكاميرات، ولو وقعت شي حاجه هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه. المهم كملت الخدمه ديالي عادي، داير راسي مكلخ ولكن حاضي مزيان. من بعد جا عندي واحد من الخدامه وقال لي ادم بغيت نقول لك واحد البلان، ولكن راني خايف على الخدمه ديالي. قلت شنو؟ غدوي ما تخافش. قال لي الكارطونات اللي ولينا كنعمرو ولينا كنزيدو فيهم خمسه ديال الجينات من التحت، هادشي اللي قال لينا الشاف. تي صافي ما عندك مناش تخاف، وقول الدراري كاملين يديروا كاع داكشي اللي قال لهم. هاد الميكروب اكبر شفار وكاع دوك البيرسونيل مساكن مدوز عليهم العذاب ديال بصح. المهم خليته على هواه ما بينت ليه والو، حتى النهار اللي جا الموك اللي غيشارجي السلعه كامله
هاد السلعه كانت غادا تمشي لبرا. عيطت على الحاج وعاودت لي البلان كامل اللي وقع. قال لي تسنى ما تشارجيو حتى شي حاجه حتى نجي. بقى داك الميكروب كيتاكل ما عارف شنو واقع. كيدوي مع الخدامه باش يشارجيو السلعه ولكن حتى شي واحد ما كيتصنت ليه. شويه وقف الحاج بالحديده ديالو. هبط كيجاري لعندو وسلم عليه وحاد راسو. من بعد قال ليها ما فهمت والو الخدامه حتى شي واحد فيهم بغى يشارجي لنا السلعه. الحاج ما جاوبوش وطلع ديريكت لعندي. سلم عليا وقال لي جبد لي واحد كارطونه من تماك. جبد الفاكشوره ديال الكارطونه ولقى فيها العدد ديال الجينات اللي كاينين وبدا كيجبد بالجين بالجين. من بعد هو لقى خمسه ديال الجينات اخرين مضمقين لتحت. هذاك خينا مع شاف داك البلان هو يدور عند الخدامه بدا كيسب وكيعيا كيمثل عليهم ديال بصح. جا عنده واحد في الخدامه وقال ليها ياك انت اللي قلتي لنا زيدوا خمسه ديال الجينات لتحت. هاد الميكروب كان ضاصر بزاف حيت كانت عنده الاقداميه بزاف. كان ضارب مع شي 30 عام ديال الخدمه. الحاج لقى هاد ديال الفرصه المناسبه منين يشد هاد الميكروب. جاب ليه البوليس وقال ليه تسيني على الحساب ديالك يا غنصيفطك للحبس. وداكشي اللي كان مشى داك الميكروب بلا يال بلا جوج. ولكن ديجا كان مكحل فلوس بالشفرة. من بعد جلس معايا الحاج وقال لي اسمع ولدي من هنا لقدام ان شاء الله غادي تولي انت هو المسؤول الكبير وانت في بلاصه هاد الميكروب اللي مشى والصلاه ديالك غادي يولي مضروب في جوج. ما نقدرش نوصف لكم الفرحه ديالي قداش. درت واحد البروغرام مع واحد الاستاذ باش يبدا يقرايني وداكشي اللي كان. بديت خدام الخدمه ديالي وملي كان سالي في الليل كنعطيها للقرايه. كملت شي 7 شهور في الشركه. واحد النهار شارجينا السلعه ديالنا كيف العاده. الخدامه كانوا معايا ناضين. جا الكاميو وشارجينا ليه السلعه كامله. مع كملنا الشارج وقفوا علينا ثلاثه الطوموبيلات ديال البوليس. هاد الكاميو كان غادي ديريكت للصبليون. ما فهمت والو. هبطوا عندنا سلام سلام حلوا داك الكاميو. عيطت على الحاج حضر في البلاصه. بداو كيحلوا في كارطونات كيقلبوهم ما كيلقاو والو. غات جينات كارطونه الاولى الكارطونه الثانيه وهما غادين. هاد البوليس كانوا كيقلبوا من نيتهم بحال وصلهم شي خبار ولا شي حاجه. من بعد وصلوا الكارط اللي الوسطى وانا نتصدم. جبدوا واحد ميكا كحله وكانت محزومه مزيان بالسكوتش. من وصل الكارطونه حلوا داك الميكا الاولى كانت كامله عامره حشيش. بقيت غير كنشوف الحاج وهو كيشوف فيا. اول كلمه قال الحاج هي ياك ولدي تقت فيك وخرجتي عليا. بقيت كنشوف فيه شحال وقلت ليه الحاج انا عماني ما درت شي حاجه بحال هادشي. قال لي وشكون اللي مسؤول على هادشي كامل؟ انا حاطك انت شاف على هادشي كامل. الا انت ما عرفتيش هادشي منين جا شكون اللي بغى يعرف؟ انا. ولو عرف هادشي كامل جبدو 15 ميكا غليظه وكل ميكا فيها شي 5 كيلو. داوني انا والحاج ديريكت الكوميساريه. الحاج خرج في البلاصه وانا بقاو شاديني. دويت مع داك الشاف وقلت لي عافاك بغيت ندوي غير مع الحاج. عطاني التليفون ودويت معاه. ملي دويت معاه شبع فيا معيوف في التليفون وقال لي انت السبب في هادشي كامل. السلعه ديالي كامله مشات. قال لي الا تاكدت بلي انت اللي حطيتي داكشي غادي ندمر لك حياتك. غدوز حياتك كامله في الحبس. صراحه بقى فيا الحال بزاف. اول موقف طحت فيه ما عقلش عليا. عرفت هاد الناس هادو كتهمهم غير المصلحه ديالهم. والله ما يشوفك شي واحد. قطع لي التليفون. دوزت شي يومين وانا غا في التحقيق. من بعد تفكرت الكاميرات اللي ركبت لتحت. قلت للشاف وقال لي ماشي مشكل نمشيو دابا نشوفوا الكاميرات. ملي مشاو لقاو الكاميرات كاملين مهرسين. بقيت كنطلب في داك الشاف باش يديني ونوريهم فين خازن الديسك ديال ضروري غادي نعرفوا شكون اللي هرس الكاميرات. وداك الشيء اللي كان مشيت معاهم وبقيت كندور في الشركه وكنشوف الكاميرات كاملين مقطعين الخيط ديالهم ومهرسين وما مصورين حتى شي حاجه. ولكن اللي ما كانوش عارفين هو الكاميرا اللي شاده الديسك ديال كنت حاط عليها كاميرا اخرى وما كتبانش. ملي مشيت لداك الكاميرا كيبان ليا العساس جاي وهو اللي هرس الكاميرات كاملين. مشاو ديريكت جابوا العساس. بداو معاه في التحقيقات. جوج التصافيقات اعترف لهم بكلشي. اعترف لهم بلا داك الميكروب اللي خرج بلا حساب بلا والو هو اللي دار مع العساس وجاب الطوموبيل في الليل عام حشيش وكان ناوي هرب للصبليون وداير مع الشركه اللي غادي نصيفطوا لها حنا السلعه. كان ديجا كيتعامل معاهم. مشاو عند خونا وجابوه في البلاصه. من بعد التحقيقات اعترف لهم بكلشي. الحمد لله في لحظه البراءه ديالي بانت وليت قادر نخش. الحاج عيط لي في التليفون شديتو طفيتو ولحتو في طاوله الزبل. مشيت للبنكه وخديت كاع داك الفلوس اللي كنت جامع. كانت 4 مليون. زدت كارت حياتي كثر وكارت المغرب هذا وليت باغي غنحرق باش ما كان. مشيت كنقلب وكنسول في الدراري حتى لقيت واحد السيد كيحرق. ملي دويت معاه قال لي غادي تمشي في فلوكه ب 5000 درهم. تي خويا ما باغيش نتاحى انا باغي نمشي معزز مكرم. قال لي ماشي مشكل ندبر لك في شي كونطا. تي شحال؟ قال لي 7 مليون.
ما تفاهمتش انا وياها وقلبت على واحد اخر. بقيت كنقلب نهار على نهار حتى لقيت واحد خينا. واحد خينا اتفقت انا وياه بربعة المليون. هاد خينا كيهرب الحشيش من طنجة للصبليون، وكاع الناس قالوا لي راه شايطيق ما كاينش اللي كيهضر معاه. فكرت مزيان وما لقيت حتى شي حل. ركبت معاهم في واحد الفونطوم وبقينا في البحر في طنجة. بقينا جالسين كنتسناو شحال عاد تحركنا. من بعد عرفت علاش كانوا كيتسناو. صيفطوا جوج زودياكات هما الاولين، كانوا خاويين هادشي كاملين باش يلهيو داك لاماين. لاماين اللي شاف جوج زودياكات تبعاتهم، وحنا عوجنا من الطريق الاخرى. لاحوني ديريكت في الغابه. بقيت غادي كنجري حتى وصلت لواحد الفيلاج وبديت معاناه جديده، معاناه ديال اللغه اللي ما عنديش وما عارف لا فين نمشي ولا فين نجي. دوزت سيمانه وانا كنبات في الزنقه، كنت غير كنطلب الناس على الماكله. من بعد بديت كنقلب على شي ريستورون، كنقلب على خدمه. والبلاصه اللي كنمشي ليها حتى شي واحد ما كيخدمني. واحد مغربي شافني دخلت لذاك الريستو، كان جالس هو وماتو وبنته الصغيره. ماتو كانت قويه، ناض عندي بزاف وقال لي واش اخويا هاني؟ قلت الله يحفظك. الحمد لله ملي سمعت الصوت ديال شي مغربي. قال لي شوف اخويا، حتى انا دزت من الظروف اللي دايز منها دابا. قال لي نصيحه اللي غادي ننصحك، غتمشي لواحد القهوه عافيه غير المغاربه، تماك الدراري كيتعاونوا بعضياتهم. قلت ليها ما عارفاش، باقي الله جيت دابا شي يومين. شد لي طاكسي مسكين وعطاني 50 اورو. داك الطاكسي حطني ديريكت في داك الشارع، لقيت فيه العرب بزاف. اول واحد سولته لقيته مصري. صدق داك المصري هو العشيه ديالي، كان سميتو هيثم. جلست انا وياه في القهوه وبدا كيعاود على البلانات كاملين ديال الغابه، وقال لي الا كنتي باغي تكحله ديال بصح خاصك تمشي للمخدرات، اما الا كنتي باغي الحلال اللهم تبقى في بلادك نيت، حيت داكشي ثقيل. عرفت ان كاع داك الدراري ولا الداب اللي جاوا ما كاينش شي واحد جايب فلوس ديال الحلال، كلشي كيبيع المحرمات. مهم داك المصري دار مزيان ودبر لي في واحد القهوه هي الاولى، بقيت خدام فيها. وبيني وبينكم داك الخلاص اللي كنت كنشد كنت كنخلصو غير في الكار. اما المصري كان كحاله فلوس، ملي سولته قال لي انا كنبيع الغبره. الا بغيتي تخدم معايا مرحبا بي. بقيت كنفكر شحال وما لقيت حتى شي حل، حتى انا بغيت الفلوس، ما بقاش كيهمني حلال ولا حرام، المهم هو نبعد من الفقر. المهم دوزت شي 3 شهور في الصبليون وبديت كنحفظ حتى انا المدينه مزيان. من بعد وليت كنمشي لي بواط مع المصري باش نحفظ البلايص فين غادي نبيع، وداك الشيء اللي كان. دازت مده وجاب لي المصري شي 5000 درهم كلها سلعه وبديت كنبيع. كان المصري كيصيفطني بواحد البواط اللي كان ساهل في الخدمه ديالو، وهو كيمشي شي بلايص خوين. من بعد ما كنفرق السلعه كامله كنبقى نتسنى فيه حتى كيجي يهزني. المهم بقيت على داك الحال نهار على نهار. واحد النهار مشيت لواحد البواط اخر وبديت كنبيع فيه حتى هو. واحد شويه وقفت عليا واحد البنت قالت لي عافاك عطيني حتى انا. مع شديت من عندها الفلوس هزيت عيني فيها كنتصدم واحد الصدمه كبيره. كانت بنت الحاج، داك البياسه كانت مبوقه مزيان، بقات كتشوف فيا وقالت لي وجهك ما غريبش عليا، قلت لها غتغلط لك مع شي واحد. ما عطيت ليها بزاف ودورت وجهي للجهه الاخرى. بقيت جالس وما بغيتش نبقى نتلفت فيها مازال. واحد شويه رجعت لعندي وقالت لي صافي عقلت عليك، انت ادم. قالت لي اش جابك هنايا؟ ياك كنتي خدام مع الوالد؟ قلت لها الوالد ديالك مصيفطك تقاي وانت مقابله البليه هنايا. قالت لي شنو غادي ندير؟ تبليت. واحد الميكروب شافها كدوي معايا هو يجي لعندها، شدها من يديها وجرى صحه. هي ما حملاتش داك المنظر، دفعت لي يديها ما تساطاش لي قدامي ويجمع معاها بالصفيقه. داك اللحظه ما نكذبش عليكم، واخا شي بعد مرات خاصني ندخل سوق راسي ما كنقدرش. نط عندو ودات لي واحد التخليطه ديال الكلب، عيطونا على البوليس بجوج. داك اللحظه ما كان عندي حتى شي حل، هربت بالزبه قبل ما يجيو البوليس. ملي كنضو نشوف ورايا كنلقى حتى هي كتجري معايا. مصيبه هادي، قلت لها فين غاده؟ سير رجعي راني هاز معايا الغبره. قالت لي ما غاديش نخليك تمشي بوحدك، وبقات كتسول فيه شحال. قول لي بعدا عندك فين تبات؟ واش خاصينك شي فلوس؟ قلت لها الحمد لله ما خاصني والو. شدات واحد الطاكسي وقالت لي يلاه معايا. مشيت ديريكت للباطمان اللي كايا هي، دخلنا ليها وبدات كتسول فيها على الخدمه ديالي وعلاش ما بقيتش مع الوالد. قلت لها علاش ما عاود ليك والو؟ قالت لي شحال هادي ما دويتش معاه وصافي. عاودت لها البلان كامل اللي وقع، بقى فيها الحال وبقات حاضره غير راسها فلاط. قلت لها ماشي مشكل، الوالد ديالك خير وصابق وانا ما مقلق منه ما والو. قلت لها وانتيا شنو جابك لهاد البليه هادي؟ واش ما لقيتي ما يداه؟ واش عارف راسك شنو كديري؟ بقات غير ساكته وكتبكي في بلاصتها. قالت لي ما نكذبش عليك ادم، في الاول بديت غير بالضحك، دابا ما بقيتش قادر نقطع هاد المصيبه. تكات عليا وبقات كتبكي شحال، ما بغيتش نوضها حتى داتني عيني. شويه بدا كيصوني التليفون، الميساج سال الخدمه ديالو وجا عندي.
وانا باقي ما بعت حتى وزة. كتبت لي العنوان فين كاينه هي وجا عندي تماك وهبطت لعندو. بقيت كندوي انا وياها غير في التليفون وصافي. الغد ليه عادت عليا الغداء حتى هي بقات كتنصح فيا شحال وقالت لي الاغلبيه ديال الدراري ديال المغاربه كيموتوا هنايا كاع اللي كيتبعوا هاد الطريق هادي يا اما غادي يقتلوك المافيا ولا غتموت شي موته اللي خايبه بزاف. حتى الطريق اللي متبع انت دابا الطريق ديال الحرام. بديت كنضحك وقلت لها شكون اللي كيدوي على الحرام؟ قالت لي انا بعدي لك كنادي غراسي بوحدي. انت راك كتبيع الناس كتادي بزاف ديال الناس. صراحة الهضرة ديالها كانت معقولة ولكن الحلم ديالي ما غاديش يوقف هنايا. انا باغي اللاقة، باغي نعيش الحياة، ما بغيتش نرجع لداك الفقر اللي كنت عايش فيه، وبغيت ننسى شي حاجة سميتها الكريان. بقات كدوي معايا شحال وقالت لي علاش ما ديتش واحد اللان زوين، يلا رجع للمغرب وغادي ندوي مع الوالد وترجع للخدمة ديالك وغادي نقول لي تهلا فيك ديال بصح وتولي تشد صالير بحال اللي كتشد هنايا. قلت له شنو هو نرجع للمغرب؟ لا لا وقع شي غلط واحد عاوتاني صيفطني الحبس. قال صافي انا دويت معاك والله ما كاين لي اديك وحتى انا ما بقيتش غادي نرجع لهنايا. قلت لها لا سمحي لي خصك تعرف واحد القضيه، حياتي كامله وانا كنحلم امتى نجي لهاد البلاد، ونهار جيت ليها باقي ما دوزتش فيها حتى عام كتقول لي نرجع للمغرب. واش انت مسطيه ولا شنو؟ السيده ولات كتهضر معايا بحال كتهضر معايا ماتي. تقلقات وناضت وخلتني جالس بوحدي. ما كذبش عليكم ما تسوقتش ليها واش انا نعاود ندير نفس الغلط نرجع عندك سيد نخدم معاها يوقع مشكل واحد ما يعقلش عليا؟ لا لا خليني اخويا اللهم في الغابه. كان واحد الحي نفس صبليون بحال هكا الضوء في حي لاله مريم كاع الدراري كنعرفهم. المهم دازت سيمانه ما دويش معاها حتى لواحد النهار اتصلت بيا وقالت لي جي نتلاقاو في ديك القهوه. قلت لها صافي مشات. مهم قديت الحاله ما عرفتش راسي واش حتى انا وليت مزعوط فيها ولا شنو، وكنت غادي عندها وانا فرحان. مهم جلست في القهيوه وهي باقا ما جاتش. بديت كنعيط لها التليفون ديالها طافي. شويه كيوقفوا علي زوج ديال البوليس بداو كيخربقوا عليا في الصبليونيه. اخوكم ما فاهم والو غا كنشوف فيهم. هزوني وداوني معاهم ديك الكوميساريه. جا واحد مترجم وسولني على الوراق بقيت كنشوف فيه وقلت ليه ما عنديش. بقاو شاديني عندهم 3 ايام. نهار الرابع كنلقاهم مرجعين للمغرب ناي على ظهر كيدي. داك المصيبه كل ما عيطات ليا ما كنتش غادي نرجع كاع. سميت غادي وكنسب غير بوحدي. نزلت في طنجه واحد الكآبه ما كتصورش. تميت راجع بحال النهار الاول فاش مشيت. ما عندي حتى ريال، ما عندي لا خدمه، ما عندي والو. وصلت للشارع وانا جلست بواحد الدرجه وبقيت كنشوف هاد الزهر اللي عندي. شويه كتبان لي واحد الطوموبيل وقفات عليا. كنسمع الكلاكسون كنصحاب واش كيدوي مع شي واحد اخر. ملي هبطت الدجاج بقيت مصدوم وانا كنشوف داك البنت اللي خليتها في الصباليون. اول كلمه قالت لي واش كاين جبتك ولا ما جبتكش، وكتضحك عليا. عرفت هي اللي دارت لي البلان كامل وهي سببي حتى رجعت للمغرب. صراحه ما كذبش عليكم حقدت عليها ديال بصح وما بغيتش نهضر معاها. تميت غادي في الطريقه وهي غاده مطلعه عليا كتكلاكسوني وكتقول لي الزين واش ما نشوفوكش. صراحه في الاخر غلبات عليا الضحكه وهبطات لعندي. قلت لها ما درتش هادشي حيت ما كنحملكش ولا هادي، بالعكس راه حيت كنبغيك. بقيت مصدوم كنشوف فيها. قلت لها بطبيعه الحال الا كان داكشي متبادل. قلت لها ايوا ولا ما كانش شنو غنبقى ندير انا هنا في طنجه؟ قالت لي الا ما كانش من غدا نرجعك للصبليون واخا نعرف نحط عليك 20 مليون. بديت كنضحك وقلت لها عطيني غير داك 20 مليون ونبقى هنايا. قالت لي يلا يلا ها الخدمه ديالك كتسنى فيك. طلعت مع الطوموبيل ومشينا ديريكت عند الوالد ديالها. مع شافني مسكين ناض عنقني وقال لي اسمح لي بزاف اولدي. من نهار مشيتي والله ما بقى كيديني الناس. حسيت براسي ظلمتك ديال بصح. قلت لها الحاج ما كاين حتى شي مشكل. رجعت الناس للبوست ديالي لقيت الخدامه كاملين فرحانين حيت رجعت انا والشاف ديالهم. من بعد تناسبت انا والحاج وكاع داكشي اللي كنت كنحلم به كملته، واول حاجه فيهم هي القرايه ديالي. من بعد عامين ديال الزواج الحمد لله دات فلوس صحيحه. مشيت ديريكت للبراك عندنا لقيت الكيان كامل ميب الا البراك ديالنا حيت الوالده ما عندهاش باش تدفع الفلوس باش تستافد حتى هي بحالها بحال خوتها. مع دخلت سلمت على الوالده ديالي. خويا مسكين اللي كان مايد مات، اما الاخر ما عرفنا فين شاده بقى معاها واحد. مهم هي قلت لهم المسائل ديالهم كامله واستافدوا من داك البقعه وبنيت لهم حتى الدار، ودرت الوالده واحد الصالير من الشهر للشهر كنصيفطوا لها. وهنا كتكون سالات القصه ديال اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم بزاف. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو في قصه اخرى الخوت. تهلاو.